الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله الشرفاء، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح إلى أن قال رحمه الله تعالى: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشغ المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر أن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. وبإليه قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وبإليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا أن يسقينا.
قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب إذا هبت الريح. وبإليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.